السلام عليكم. في غرف تغيير الملابس في المدارس والجامعات بيبقى فيه كل واحد ليه يعني لوك، خانة كده يقدر يحط فيها حاجته، اللي بيبقى ليها قفل معين. القفل ده الحقيقة أنا ما كنتش أعرف بيتفتح إزاي، فرغم إن أنا معايا كود احترت فيه شوية، إنما تعالوا مع بعض نشوف بقى إيه الطريقة. يعني هو بيبقى معاك 3 مجموعات من الأرقام، 3 أزواج، بتدخلهم بطريقة معينة. أول حاجة تعمل كده علشان يعني ايه كأنك سماحية انك تدخل الرقم. هنبتدي ندخلهم. اول حاجة فيهم كان 12، نلاحظ كده وصلنا لل 12. تاني رقم 14، نلف من الشمال لليمين. احنا اول رقم وصلنا له كده، فهنلف بالمعكوس، لازم نعدي من الصفر. يعني حتى الرقم لو هنا لازم تعدي من الصفر الاول وبعدين توصل له. فادي كده وصلنا لل 14، بعدين نلف نعكس اتجاه اللف تاني فنبقى في 28. تمام، فتح. السلام عليكم ورحمة الله.